ما شاء الله. تفضل يا فندم. تعالي يا أمل، تعالي 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 تعالي. دي والله زي ما حضرتك شايف انا حضرت للتكريم وعشان نعلن خطة الحملة القادمة وتضامن نادي ليونز كليوباترا معانا وتضامن السفراء لدعم المشير، وهنعلن خطة الحملة من خلال المؤتمر دلوقتي حالا. بتوجه بالشكر والتقدير لممثلي الدول العربية باعتبارهم شركاء الوطن والعروبة وشركاء الكفاح عبر التاريخ مع مصر، شاركونا كل أحزاننا وكل أفراحنا، شاركونا كل أوجاعنا، وكانوا داعمين لينا في حرب 73 وقبل وبعد حرب 73. وأنا بقول حرب 73 لأن إحنا الآن مصر بتخوض حرب أكبر من هذه الحرب، حرب عالمية ضد الإرهاب. الإيد العليا فيها والمساند الطبيعي والمساند الأعلى هو الدول العربية جميعا، فتحية إلى هذه الدول وعلى رأسها دولة البحرين والسعودية والكويت وكل من مسلم في هذا المؤتمر. حملة كمل جميلك هي حملة داعية لترشيح المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية. الحملة تأسست في 30/6/2013 فور صدور الخطاب الجميل من المشير عبد الفتاح السيسي بإنذار محمد مرسي بأن يصلح أحوال البلاد. فكرنا في من هم مطروحين على الساحة لقيادة مصر في المرحلة المقبلة، فلم نجد خير من يقود البلاد سوى المشير عبد الفتاح السيسي. فبدأت حملتنا، عقدنا أكثر من 17 مؤتمر شعبي في جميع محافظات مصر، عقدنا أكثر من 14 مؤتمر صحفي، جمعنا 24 مليون توقيع لدعم ترشيح المشير رئيسا لمصر. وبعد هذه المرحلة جمعنا 30,000 توكيل لدعم ترشيح المشير ولتأييد ترشيحه رئيسا لجمهورية مصر العربية. واجهتنا العديد من المشاكل والصعاب خلال هذه الرحلة، ولكننا بحمد الله تجاوزناها وقلنا لا بديل عن المشير عبد الفتاح السيسي. ليه بنقول ليه المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر؟ لأنه الرجل الذي أنقذ مصر من أكبر مخطط إرهابي عالمي وأنقذ الدول العربية جميعا، ولا نكون متجاوزين إذا قلنا أنه أنقذ العالم أجمع من هذه الجماعة الإخوانية الإرهابية الجاهلة التي سيطرت على الحكم في مصر لمدة عام كامل. المشير عبد الفتاح السيسي أول من انحاز لإرادة الشعب المصري. المشير عبد الفتاح السيسي قال أن مصر ستكون قد الدنيا كلها. المشير عبد الفتاح السيسي هو رجل دولة. المشير عبد الفتاح السيسي هو خير من يقود مصر في المرحلة المقبلة.
تحية إلى المشير عبد الفتاح السيسي. ولما نقول المشير عبد الفتاح السيسي نريده أن يحكم مصر، فهذه هي إرادة الشعب المصري بالإجماع تقريبا. مصر هي أكبر دولة عربية، مصر هي سرة العالم وأكبر موقع استراتيجي، مصر هي الحضارة والتاريخ، مصر الآثار، مصر النيل، مصر الزعماء أحمد عرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول، مصر عبد الناصر، مصر أنور السادات، وإن شاء الله هكون مصر المشير عبد الفتاح السيسي الذي جمع بين الزعامة غير المسبوقة لعبد الناصر، وجمع بين الدهاء السياسي الجميل لمحمد أنور السادات. هذا الرجل سيكون زعيما للوطن العربي كله، وبمجرد أن أشار الشعب المصري أنه يريد هذا الرجل، ورأت الدول التي لها اتجاهات معادية لمصر أن هذا الرجل سيكون قائدا وزعيما لمصر، اهتزت جميع العروش الأجنبية وقال لها المشير: سأقول لا لصالح المواطن المصري. حملة كمل جميلة انطلق منها وسينطلق منها 4 حملات جديدة. حملة كمل جميلك السلوكية، وهذه الحملة ستبدأ في النزول للشارع اعتبار من يوم الخميس المقبل. هتتواجد شباب الحملة، هيتواجدوا في جميع ميادين مصر بإرشادات ومساندة رجال الشرطة والجيش. سنقول كمل جميلك واتبع تعليمات المرور، كمل جميلك وارني بلدك، كمل جميلك وحافظ على مدينتك. لدينا 15 شعار هينتشروا في جميع أنحاء محافظات مصر. هناك أيضا كمل جميلك الحضارية، وهذه الحملة ستشارك في تنظيف جميع الأحياء في جميع محافظات مصر. عندنا كمل جميلك الرياضية، وهذه الحملة سيكون هناك كأس اسمه كأس المشير عبد الفتاح السيسي، هتبدأ الدورة الرياضية له يوم الثلاثاء المقبل. والأهم من ذلك كله، نحن خصصنا رقم 2296. هذا الرقم المختصر سيكون تحت شعار ماذا يريد الشعب من الرئيس القادم. مشكلين لجنة لإعداد برنامج انتخابي قوي للمشير إن شاء الله حين يترشح، وإن شاء الله سيترشح لرئاسة الجمهورية. هذا البرنامج الانتخابي سيكون مستمد من الشعب المصري، هناخد كل مقترحات وأوجاع الشعب المصري، هتطرح على لجنة مشكلة من 30 سياسي ومتخصص وأساتذة جامعات. هذه اللجنة ستعد تقريرا للبرنامج الانتخابي، وهيتم طرحه على لجنة البحوث المدنية والجنائية لإعداد التصور النهائي له. نقول للشعب المصري كمل جميلك واختار هذا الرجل رئيسا لجمهورية مصر العربية، ونقول للشعوب العربية وللحكام العرب كملوا جميلكم وخليكم ورا المشير عبد الفتاح السيسي، فمصر ستكون أم الدنيا، وسيكون للوطن العربي شأن آخر بزعامة هذا الرجل. أشكركم شكرا جزيلا.